دراجة انباقت، بس تدرون شلون لقاها ورجعها؟ راح تتفاجئون. واحد ده يمشي بأمان الله، طبق ونزل يشتري لش كم حاجة، تورط نسى سويتش الدراجة بيها. النفوس المريضة عدها الحرام مثل شربة المي، اجا وشاف دراجة وبيها سويتش يعني جاهزة، باوع يمنى يسرى وين لاقيها شم تاني، سرقها وطلع قبل. صاحبنا كمل شغله واشترى اللي يريده وطلع، بس من طلع اتفاجأ دراجته مبيوقة. بالبداية انقهرنا عليه، بس هو طلع ذكي ومحسب حساب الكل شيء، كان شاد ورابط جهاز تتبع المركبات والدراجات من الأماني. مباشرة طلع موبايله وحدد موقع دراجته المسروقة بأي مكان، وبعد ما حدد المكان اتواصل ويا شرطة النجدة مباشرة. العملية ما طولت دقائق ورجعت دراجته بخير وسلامة. هذه فائدة أجهزة التتبع، لذلك إذا عندك دراجة أو سيارة لا تسترخص بهم جهاز التتبع. فنصيحة، شدوا مثل هيك أجهزة في سياراتكم ودراجاتكم وعيشوا مطمئنين من السرقة. أحدث وأرقى أجهزة التتبع متوفرة في شركة الأماني في قسم الحلول الأمنية الذكية وبأسعار مناسبة. وعند الأماني تتحقق الأماني.